بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. الحتة دي فور وورمينج أب للشباب اللي معانا، ملهاش علاقة بالكورس اللي احنا شغالين فيه، ولكن احنا بنشتغل في شركات، ولو حصلت المشكلة دي الدنيا هتقع مننا وممكن تترفد حضرتك، أو حتى على الأقل شغلك يتهدد، أو بلاش تترفد ولا شغلك يتهدد، يعني هيطلع عينك وعين الناس اللي شغالة معاك في الشركة. طب إيه الحلول اللي أنا ممكن أقدر أقدمها وإن أنا أحل المشكلة دي؟ اولا نحكي المشكله ونحل نحكي حل المشكله. المشكله دي ان هو في فيروس اسمه الفديه او الرانسام وير باشكال كتيره، منه كان اسمه وانا كراي وحاجات كتيره جدا، بيروح على السيرفر بتاعك بايه، بيشفر لك الداتا بتاعتك. حلو الكلام، حلو الكلام. حضرتك عشان ترجع الداتا دي بيطلع لك زي اتش تي ام ال فاير، بيقول لك اه والله لو عايز ترجع الداتا دي اتصل علينا واحنا نرجع لك الداتا بتاعتك وهندي لك كي كده وتشغله. في بعض الأحيان بتنفع الحيلة وبعض الأحيان ما بتنفعش. طب السؤال التاني، هل تعتقد إن الناس اللي شغالة معاك في الشركة، لو أنت في شركة سمول بيزنس أو حتى وات ايفر أي كايند منها، الناس اللي عندك هتبقى مصدقة إن ده فيروس، ولا أنت أولا يا إما أنت ضعيف، أو إن أنت ممكن يكون ليك يد في هذا الموضوع أساسا؟ يعني خد بالك من تفكير الناس اللي معاك، مش كل الناس هتقدر يعني تستوعب الموقف اللي حاصل، ايه الفيروس اللي بيطلب فلوس ده. ويا سلام لو انت في مشكله مثلا معينه ظاهره في الشركه حاصله معاك، او انت بتتعامل معاهم، او انت كنت ماشي من شركه ولسه ماشي منها وحصلت المشكله دي معاهم، مصيبه سودة بصراحه، يعني انت اللي هتلبسها، او بمعنى صح انت السبب، لا انت عملت فينا كده. طبعا انا كل ده كلام يعني لازم برضه تعيره اهميه في حياتك العمليه، بعض الناس مش هتفهم الكلام دوت، دي حاجه. الحاجه التانيه، انا ده تحدي بالنسبه لي، فعايز انا احمي نفسي. طيب هدي لك حل جميل قوي عندك في الويندوز سيرفر، وحل تاني خارج الويندوز سيرفر. ده سيرفر اوريدي انا عامل عليه سولوشن، هقول لك السولوشن بكل بساطه، كل سهوله، سولوشن لذيذ جدا جدا جدا. انا هفتح دلوقتي درايف دي اهو، بص الدرايف دي حاطط فيه الفولدرز اللي انا عايزها، تمام؟ طيب اولا انا عامل ايه؟ عامل فيه جوجل درايف هنا، اوكي اقفل يا استاذنك، اقفل بس المايك عندك. انا عامل هنا جوجل درايف وعندي انليمتد اكونت، عامله على الاكاديمي عندي. انليمتد معناها ان انا اطلع الداتا اللي انا عايزها على الكلاود باك اب، ما فيش مشكله، يعني كل ما يحصل تعديل بسيط فيها بتطلع. طيب ولو لا قدر الله الفيروس ده بدأ يعدل ويشتغل، على طول جوجل كلاود بتوقف وما بتشغلوش، فدي نقطة حلوة. طيب فرضا لسبب ما ملف كده ولا كده فقد، اه يبقى انا كده ضعت، صح. طيب انا عامل ايه بقى دلوقتي؟ انا طلبت من الناس بتوع الاي ار بي ان هم يسطبوا البروجرام بتاعهم وبالذات الداتابيس بتاعتهم في فولدرين، فولدر اللي هو بتاع الاس كيو ال داتا بتاعهم هنا، او دي الداتا بتاعتهم، واخدين بالكم؟ لو تاخد بالك ده الفولدر بتاعهم، ماشي؟ اي فولدر انت، يعني انا داخل ادمنستريتور، خد بالك اي فولدر انت تقدر تكريت فيه اي حاجه عادي جدا، يعني بدليل ان انا هعمل كليك يمين دلوقتي وهقدر ان انا اكريت في فولدر، مفيش مشكله اهو، عادي جدا، صح؟ طيب انا كريت فولدر، صح؟ اه. طيب هاخد اي فايل هبل كده اهو، مثلا كونتاكتس ده مثلا، او سي اس في فايل، مفيش مشاكل. طيب تعال اجرب احطه عندي هنا، هيقول لي امشي يلا من هنا يلا، بص بيقول امشي من هنا، ما ينفعش. طب تراي، مفيش تراي، مفيش. الله الله الله، بحاول انسخ الفايل، مفيش. الله، طب ليه؟ انا مش سامح غير الام دي اف فايل والال دي اف فايلز بس، اي حاجه غيرهم مش هتتكبير. حط اي اكستنشن، اي فايل مش هيتكبير، مش هيتحط في المكان. انت واحد يقول لي طب ايه المشكله؟ اصل الفيروس بياخد كوبي من الفايل بتاعك ده، الداتا اللي فيه، يشفره بالاكستنشن الجديد بتاعه ويمسح الفايل بتاعك. القصه كلها ان هو غير الاكستنشن، يعني حط لك ملف جديد باكستنشن ايه جديد. دلوقتي بقى لما يجي الفيروس ده او الرانسام وير دوت او الميل وير ده يجي يخش ياخد كابي من الداتا بتاعتك ويكاريت فايل تاني بالاكستنشن بتاعه عشان ينقل الداتا بتاعته فيها، مش هيقدر. ليه؟ لان البوليسي اللي موجوده على هذا الفولدر لا تسمح بكرييشن غير بالام دي اف والال دي اف بس. فهو طبعا مش عارف كده، الفيروس مهما كان مأمور بيعمل كذا كذا كذا، مش هيقعد يفكر هو معايا فيلبس في الحيط. حتى الفيروس لو بيسرق سارح عندي في الجهاز مش هيقدر يعمل لي حاجه في هذا الفولدر، مستحيل،
وعن تجربه، وعن تجربه ان سرحت عليه الفيروس. لو انت عايز يعني تقعد معايا اوريك حاجه معمليه، لان بقعد اجرب وانا بشوف، سرح عليه الفيروس ولا هيعمل لك حاجه. طيب تعالى ادي لك مثال تاني يعني عشان تتاكد بس. لو انا عملت بدل سي اس في خليته ال دي اف او ام دي اف، الاثنين التول اكستنشنز دول ام دي اف مثلا، تمام اوكي. انا غيرت الاكستنشن ككده اسم كده مش حاجه تانية، هو طبعا هو ما غيرهالوش ملف داتا بيس في الحقيقه، ولكن مجرد ما هو بقى ام دي اف اهو اتس اوكي، اقدر اكليك باليمين اهو ريست مفيش مشكله اهو دخل معانا اهو. طيب اخلي، طب اقول له اعمله بدل ام دي اف، طب ال دي اف، ال دي اف اوكي شغال اهو نزل معانا تحت. طب هقول له اعمله لي بقى ايه اي حاجه، دي او سي ماس دوكيمنت اهو دي او سي، ما قلتش اقول له امشي يلا غور من هنا، يلا امشي هات غور من هنا اه معايا يا رجاله. الله الله الله، يبقى انا حددت الفولدر ده ما يتحطش فيه فايلز الا كذا وكذا، فاهمين؟ طيب يا سيدي فكك من الفولدر ده، من الفايل ده ماشي. يبقى هذا الفولدر انا حددت الفولدر، طب حددته ازاي؟ النو هاو حده لك دلوقتي، سوري مش النو هاو، الكونفيجريشن حده لك. انت لازم تعرف النو هاو الاول، ده اسمه النو هاو. طيب الفولدر ده هم اوريدي يعني كان عليه حاجات قديمه مش هيكتبوا عليها، فقلت له ما يتعدلش فيه حاجه، ما يتحطش فيه لانه فيه كولكشن من فايلز، تمام ما يتحطش فيه حاجه. هنا ده الباك اب ديلي بيحصل، البرنامج بيعمل باك اب ديلي، واخدين بالكم؟ يعني كل يعني كل يوم بيحصل باك اب الساعه كذا مثلا، تمام. طيب فاضل اخر واحد يعني محتاج ان هو ايه يطلع فوق في الكلاود، انا واقف بس الكلاود دلوقتي، تمام. طيب برضو هذا الفولدر ما فيش كوبي هيتحط فيه الا بي بي اي كي فايلز بس، لو تحب تشوف ما فيش مشكله، ما عنديش اي مانع. يعني انا هو اعمل كليك باليمين اقول له تكست فايل، يقول لي جرالا غرالا من هنا لا. بص اهو مثلا اقول له وورد فايل اي حاجه، امشي من هنا غور من هنا، لازم يبقى ايه باك اب فايل بي بي اي كي، مش باك اب فايلز بس، لا بي اي كي بس. انا مختار قلت له بي اي كي بس ده اللي انا عايزه، لان هو دي فايلات انا بحطها. انا جزأت الموضوع على فولدرات، ليه؟ البوليسي عاملها على كل فولدر له بوليسي مخصصه، عشان لو انا عملت البوليسي عامه ممكن انسى حاجه، ممكن انسى حاجه. هنا دي الداتا بتاعتهم مثلا، ملفات وورد واكسل وبي دي اف والكلام دوت، قلت له اوكي دول يشتغلوا واي حاجه تانية غير كده لا. طب واحد يقول لي طب ما في اكس اي، اه في اكس اي ده اوريدي هم كانوا حاطينه بتاع البروجرام اللي هم حاطينه، تمام، وده نسخه منه. لو انا خدت الفايل الفولدر الفايل ده دلوقتي اخدته كوبي وجيت احطه تاني هنا مش هيشتغل، ليه؟ لان هو البوليسي اتعملت بعده خلاص، يعني ده لو اتشال ما يرجعش مكانه تاني، ما ينفعش يرجع مكانه تاني. عايزين نجرب نجرب مفيش مشكله، انا مش هتفرق معايا اهو، اجي احطه هنا بره، بص اهو تمام حطيته هنا بره، انا خدته كات ماشي اهو، افترض ان انا احاول ارجعه تاني، تمام اهو تعالى كده اهو، ايه اللي يمشي من هنا يا يا عم؟ ده كان هنا، ده مفيش حاجه اسمها كنت انا واقف هنا، خلاص انتهت معايا يا رجاله. كنترول زد حتى مش هتجيب معايا حاجه، خلاص طلع بره مش هيدخل تاني في مكانه. طيب تقدر ترجعه؟ اقدر ارجعه ان انا واقف البوليسي وارجعه، بس مش مشكله، مش لازم يبقى في المكان ده. يعني معايا يا شباب؟ يبقى اذا انا ايه عملت ايه دلوقتي؟ عملت درايف كل فولدر فيه ممنوع ان يتغير الاكستنشنز فيه الا الاكستنشنز كذا وكذا 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 بس. طيب واحد يقول لي طب ما انت ممكن بقى تعمل كمان كده في بقيه الدرايفات، ماشي اوكي عملت. طب السي؟ لا صعب بقى السي. ليه السي هنا ليه صعب؟ انا عايز اقول لك ليه صعب، لان حضرتك في مشكله صغيره كده هتقابلها. ايه هي؟ انت ممكن تحتاج تسطب برامج معينه، مش هتتسطب برامج معينه شغاله فبتكاري 10 فايلز بشكل معين مش هتشتغل، فانت هتموت نفسك، انت كده هتقرف نفسك. طب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل حضرتك حاجه زمان كنا بنستخدمها، بس انا كنت ممكن من الناس اللي بتتخنق منها، ولكن يعني الى حد ما حلوه. اتفضل يا فندم. بالظبط كده، هتسطب برنامج زي اسمه ايه الديب فريز مثلا، البرنامج ده بس هتجيب اللي هو بتاع السيرفر مثلا، هتسطبه هنا على الاوبريتنج سيستم اللي موجود دوت، ادي نسخه منه انتربرايز ان شاء الله هرفعها لكم على الايه على الكلاود، تمام. طيب ثواني بس اجيبها لكم.
الديب فريز، الديب فريز مثلا هي نازله نسخه كامله اهي كل حاجه تمام. طبعا ده انا هنجربها ما تقلقوش، بعدين ما كده حلوه هنشتري. طيب هنسطب النسخه دي، دي بتعمل ايه حضرتك؟ وانس ان السيرفر شغال، سطب اللي انت عايزه وكل حاجه ماشي شغال، بس حضرتك لو انت اتعمل ريستارت هيرجع كما كان. واحد يقول لي يعني ايه؟ يعني حضرتك السي دوت لو اتفيرس وحصل له مشكله، ايه اللي هيحصل؟ يعني لو عملت ريستارت للسيرفر هيرجع نظيف كما كان، كما كان ساعه لما انت سطبت ديب فريز، لان هو بيعمل زي سناب شوت من الجهاز، بياخد منه باك اب من الجهاز، يروح تك شايلها. طيب واحد يقول لي طب انا فرضا انا عايز انزل برنامج معين او عايز اشغل حاجه معينه ولما اعمل ريستارت ما تتشالش، خلاص ساعتها توقف الديب فريز، تقول ستوب دلوقتي، تسطب البرنامج وتقول له اللقطه بتاعتك بعد الحركه اللي انا عملتها ديت اتس اوكي، اشتغل معاك، يشتغل معاك مدى الحياه ان شاء الله مفيش مشكله. خدنا النو هاو، خدنا النو هاو يا شباب. طيب هنقول هنا الفايل ريسورس مانجر اللي هو فيه اللعبه دي، انا بقول له ايه؟ تعال شوف دي حاجه موجوده في الويندوز 2012 و2016 تمام. باجي هنا بقول له فايل سكرينينج، طيب خلاص فايل سكرينز، سيبك من اللي موجود، انا هقول له من جديد اهو كرييت فايل سكرين، اعمل لي فايل سكرين، خليها على الدرايف دي مثلا، اي درايف اوكي براحتك، هقول له على وليكن على مثلا على بلاش ده ولا ده، خلينا حاجه قديمه ده مثلا، سي مثلا على ديسك توب يا سيدي، لان اوريدي انا عملت على التاني اوكي. طيب واقول له كرييت دلوقتي، فين يا معلم الفايل؟ اهو الفولدر اسمه ديسكتوب اهو. هو بيقول لي انا همنع ان حد يحط اوديو فايلز اللي هي الملفات الصوت يعني والاغاني والكلام دوت والفيديو فايلز، اقول له لا انا اخترعت حاجه هنا اسمها اني، ازاي يعني؟ قلت له لو جيت وقفت انا على اني قلت له اديت، انا قلت له ستار دوت ستار، ستار دوت ستار يعني اي اسم ملف باي امتداد ما يتحطش حاجه. يا نهارك اسوح، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني ما يتحطش حاجه في الفولدر ده خالص. طب وبعدين ما انت كده ما ضفتش حاجه، استنى اهدى عليا. خلاص ما يتحطش حاجه في الفولدر ده خالص، تيجي تحط حاجه جوه الفولدر، اي ملف جوه الفولدر مش هيتحط. واجي اقول له كرييت فايل سكرين اكسبشن هنا، واختار انا الاكستنشن اللي انا عايزه، لا اما اختار من هنا يا اما انا كريت حاجه الا الحاجه الفلانيه دي بس. يعني سي مثلا انا ممكن اقول له ايه الاوفيس فايلز، مفيش مشكله يعني، هي يعني يتحط ما يتحطش فيه حاجه الا الاوفيس فايلز، فبيحطهم فوق في خلينا من الموضوع فوق دي دلوقتي عشان الناس تفهم بس القصه. اقول له صفوه مثلا، اقول له ايه ديسكتوب مثلا انا كنت عامل عليه رجعت عليه تاني، ما هو لازم نفس البوليسي على نفس الفولدر، واقول له ايه الاوفيس، افتح له الاوفيس. لو جيت اقول له اديت هنا الايه دي الاكستنشنز، انا حط من ضمن الحاجات انا حاطط هنا البي دي اف فايلز، اذا فرضا انها مش محطوطه هقول له ستار دوت بي دي اف، على الرغم ان هو مش تبع الاوفيس لكن ملف من الملفات اللي انا بحتاجها، فقلت له ستار دوت بي دي اف، شغل له البي دي اف، يعني معنى ذلك ان هو يقدر يحط ملفات ايه بي دي اف. لو في عندك اي اكستنشن مش يعني من بتوع الاوفيس مش موجود اوكي خلاص حطه، في حاجات انا ماليش ملهاش لازمه، مين ون بتاع الون نوت مش عايزه اقول له ريموف ماشي، ماشي البوت مش عايزه وهكذا، شيل اللي انت مش عايزه ما يلعبش معاك، حط الاكستنشن اللي انت عايزه ستار دوت ايه بالظبط، انت عايز تحط اوديو حط اوديو اللي انت اخترته هنا، وعلمت على الاوفيس خلاص، علمت على الجروب بتاعه، انت ممكن تختار على جروبز كتير زي ما انت عايز تمام، واقول له اوكي هنا، يبقى هذا الفولدر اهو لن يوضع فيه الا ايه الاوفيس فايلز بس هنا هو، وغير كده لا معمول له ايه ديناي، يبقى تحت ديناي وفوق هنا ايه الاو. دي حاجه في الفاير وولز هندرسها ان شاء الله الرحمن، هي دي طبعا مش تعتبرش فاير وول بس والله انا اعتبرها كانها فاير وول لكن هي مش فاير وول. فهمنا حاجه يا شباب؟
شبابنا جميل، حد فاهم حاجة؟ مفيدة ولا بطاطس؟ دي 2012 2016 سيرفر، 2019 الجديد موجودة فيه، موجود يعني اوبشن جميل جدا تقدر تسطبه وتشغله، وتقدر ان انت بالديب فريز تنزله على السي، خلاص خلصت الدنيا. وخلي بقى الفيروس الرانسام وير يكلمك يقرب لك. مش فاهم حاجة، معلش مش فاهم حاجة منك يا أشرف، قصدك ايه؟ طب انا مش هسطب الديب فريز كده، انا هسطب الديب فريز واعمل له ستوب اوقف، واخد بالك؟ انت ما تشتغلش دلوقتي، اخلص برامجي سطبه اخر حاجة يا سيدي بعد ما ظبطت الدنيا واشغله. يوم ما انا عايز الطلب مني في الشركه هينزلوا برنامج معين او هيعملوا تعديلات معينه وعايزها تفضل موجوده، او انا هعمل بوليسي للنتورك وعايزها تفضل موجوده، بوقف الديب فريز واعمل الكلام ده واجي اقول له ايه، اشتغل من النقطه دي دلوقتي خلاص، يبقى هيسيب اللي انا. طيب طالما انت عامل له ستوب خلاص اوكي، الراجل مش هيعمل لك حاجه بعد من اول الران، من لحظه ما هتقول له ران هيبدا ياخد سناب شوت منها ويرجع عليها. ضربك الفيروس في الدرايف سي بتاعك، هو مش هيقدر يضربك في الدرايف دي او اي درايف انت عامل عليه السكريننج ده خالص، ضربك في السي، اتس اوكي، يولع بجهاز، اعمل ريستارت للجهاز ولا كأن حاجه حصلت. صرصور الحقل هينادي، صح كده؟ لا، لو تم الضرب نفسه علاجه ايه، ده حوارات ليها كتير. من ضمن الحوارات، لو فرضا الفيروس اوريدي واحد عنده الفيروس، من ضمن الحاجات خد كوبي من الداتا او خلي الهارد اللي عليه الداتا دوت على جنبه، واشتغل بهارد تاني. في يوم من الايام بيبقى نازل مفتاح تشفير تشغله، واحد تاني يقول لي انا ممكن ادفع الفلوس المطلوبه واشغل بالكي، يعني هيبقى ليها حلول، بس انا بتكلم في الوقت. اتفضل. لا، ما عادش هترجع خلاص. لا لا لا، مش هترجع خلاص، طالما عملت فورمات مش هترجع حبيبي خلاص. هو مسح وحط مكانها ملفات متشفرة، خلاص انتهى، مش هترجع. موضوع بقى ان انا ارجع معامل ريستور والحوارات دي انسى خلاص، ان انا ده فرمت الهارد وارجع خلاص. الموضوع ده الكلام ده في النسخ الاولى من الفيروس، نعم، كان في النسخ الاولى، هو عالج المشكلة دي عنده هو بيتطور برضو. انتوا معايا؟ سيف ريكوردينج. يلا، الحلقة دي تبقى مستقلة يا أيمن إن شاء الرحمن. ها؟